خير اختي؟ شبك حدا محاكيكي شي؟ سيم لك سعادة انسي. شو هو اللي بدي انسى؟ وشو اللي لازم انسى؟ ما انا عايشه فيه؟ يعني صرت مثل المطلقه مرتين. شو هالحكي؟ وتكون مطلقه خمس مرات لساتك مثل الفله. ليكن انتو عم تفوتوا وتطلعوا وما احلاكم، وانا ماني مسترجيه. ليش؟ لاني رجعت لكم مطلقه. وهي صابر خبرني انه امورنا ما رح تزبط، فضحت بكل الحاره. شو انفضحتي؟ ما انفضحتي؟ شو هالحكي؟ فوق كل هذا انت ما عم تحل عني واخذت لي من مصاريي، انا شو مساوي يا ربي؟ شو مساوي؟ عم تاخذ لك من مصرياتك؟ مروه عطتني 200 ليره، قمت حطيتهم فوق المصاري اللي مصمتهم، بس رجعت لقيتهم ناقصين 300 ليره. انت اخذتي منهم شيء؟ لا يا، شو اخذ منك؟ كنت تدينتهم. ونازله فيني مجاكره ومناهده كل الوقت. الله وكيلك، ما بعرف ليش حاطه نقرها من نقري. والله لقيم عيونها، والله والله لا اقصف لك عمره. ببوس ايدك. لا لا تفتحي لنا زمورها، هلا اهلك بيسمعوا وقلبي مو متحمل اخذ وعطا. اللقمه اللي عم باكلها عم بحس حالي عم باخذها من قدامكم. شو هالحكي لك اختي؟ مشان الله لا تحكي هيك. لك علي لطالعك احلى سيران لاخذك وجيبك ولبسك واشتري لك احلى ثياب بالدنيا، بس انت تحكي لا تزعلي. ايه بيضرب من هون لعنده هذا الزفت صابر. لا حرام، باينته مخنوق. انا بعرفه لصابر منيح، هو مو هيك، بس اكيد صاير معه شيء. طب شو رايك انا احكي لك معه؟ لا 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 اختي، لا الله يوفقك. لا طيب حيرتينا، لا انت رضيانه تتصرفي ولا بدك تخلينا نتصرف، وبعدين خلينا نرسى على بر. اختي انا ما رح خليكي مقهوره بهاي الحاله بنوبها، بعدين انا بتصرف مع هند هاي الكلبه، بس انت روقي تقبريني. ايه بدك ما يبله الوش، الهي كبيرتنا انت. ايه شو كمان؟ ايه عم حاكي. ايه الوضع هنيك شلون بدي اقول لك؟ حضارة اخي حضارة. السيارة اخر موديل. يا سلام. الناس كله مطعوم ومحترم. تمام. بنايات بلو موبايلات. ايه لك ايه وبعدين يعني؟ شو بعدين عم حاكيك؟ وين ما درت وشك عم يعمروا. ايه طيب نحن شو استفدنا؟ شلون شو استفدنا؟ ما شفنا بلد جديدة وناس جدد واللغات. لك عمي لغات. هلو هاري اب شاطر ماوس. لك الحمد لله. ايه المهم ان انت مو كنت طالع على اساس انه بدك تعمل شركة؟ والله يا صاحبي حساب الحقلة ما زبط على حساب البيدر، والمصاري اللي كانوا معي حطيتهم ايجار اكل واوتيل وما كفوني. هنيك شغل شغل، ما في اي يوم مرحميني. ايوه لا فتح ما شاء الله حولك. فقلت لحالي يا ولد هيك هيك بطاقة طيارة روح رجعة، فشد على الشام ولا تبالي. امت شديت؟ غربة لك اخي، غربة. غربة؟ ما كنت قاتل حالك على السفرة ولا طلعت مالك خرج هالسفرة ولا لك خرج الغربة؟ فشر لك اخي فشر. بس الوضع هنيك شلون بدي اقول لك يا اخي؟ بهيك البلاد الواحد ما له حدا، ناس معترة. الله وكيلك الله وكيلك، الكتف على الكتف، كله عم يدفش وبده شغل هيك علني. فقلت لحالي يا ولد شو بدك بالفوتة؟ ما انا ببلدي عاش امير معلم. لا تواخذني بهالكلمة، حبك فزيت على الشغل، ما حبك قعدت بالبيت. مين اللي عندك؟ هنيك ما في شغل يعني شغل. هيك لك الله وكيلك. هنيك اذا وجعت ما حدا في لك مرحبا، شلونك كيفك؟ ما في حدا. لك ما قلت لي انه مطاعم وسيارات وفخفخه؟ مزبوط لك اخي، بس مو لمين ما كان، للي معه مصاري لك عمي. طيب انا لهاللحظه هاي ما عم فهم عليك، الشغل هني يعني منيح ولا مو منيح؟ حسب. شلون حسب يعني؟ والله مالك فهمان وين الله حاطك.
يا اخي خلصنا بقى امسك مو محرزين يلا فوت. برأيي أي انتظار مو لصالحنا. بس دكتور المشكلة عندي هو بنسبة نجاح العملية. مدام الطبيب بيعمل اللي عليه والباقي بإذن رب العالمين. أنا برأيي لا تترددي، جيبيه لحتى نعرف حالنا. يا هيك يا هيك. موجود هو خليك تشوفه وتفحصه؟ لا مدام جيبي لي على يادي، مالك شايفتيني فات على عمليات؟ بعدين بحب حذرك، أي تأخير مو بصالحنا أبدا. أنا زك. انتبه اشبك شو عمك اني انت انتبه الدمك جدي امي بدها يعني دير بالي على معنى وكيف صار ان شاء الله احسن راح يفوتوا للجبسه بس شو الفايده ما عم بشوف يلا الله كريم ان شاء الله بكره هيك بيرجع له بصره مثل اول واحسن ان شاء الله لا تضغط هالغطات انت ما عم تعرف شو عم يصير فيني تحت والله العظيم رح تقل حالي بعدين شو على كيفك تتركني هيك وضغط طيب شو اعمل انا كمان رح تقبل الحاره مثل المحبوسوني وتذكرتني بالعلامة بعلامة شو؟ مرة حلمت حلمت انه رحت انا وياكي ورجتك الشام ايه اكلنا فراريج بعدين رحنا على المطعم طيب مو قلت انه اكلنا فراريج مشان شو المطعم؟ شو بيعرفني ما هو حلم ايه وشو كمان؟ هات ايدك ما تاني يلا حلو ان شاء الله يسلم بس بعد اذنك ممكن اخذ فاتوره اذا مضطر عليها نروح بكره او بعد بكره نعطيك واحده يسلم شكرا السلام هاي شو عم تعملوا ما في شيء بس كنت عم اخذ منه فاتوره وعد تكون دفعت حسابها مش الحال حلت ما بيصير يا وائل ما بيصير هي هديه مني لمالك بمناسبه اوبته بالسلامه تسلم يا عمي انت دائما مفضل علي يلا راح روح جيب سياره برجع وائل دفع الحساب هي دفع مو ابنه ؟
احكي مع البابا خليه يجيب لكم بيتزا. هو جاي بشري وغير بشري والهدف سيتصدى لميغانو وعصابته على مغامرات. أخ كنت جاء شوي بسيطة لا بطيب هذه المرة وفي كثير طلع من شوي الكرة على مشروع دمار دقي له على الموبايل دقيت له عم يطلع لي خارج التغطية بجوز يكون برنا ما فيها تغطية ماشي وسيم شكرا كتير رح حاول اتصل فيه تاني مرة باي وسيم انا كثير قلقانه عليك لك شبك انت التاني شو ولد صغير ضايع لك انا انس يعني لا سمح الله حادث سياره شغله مثل هيك وكلي الله يا مخلوقه ما رح يكون صايب شيء قاعد ارتاح ما بدي اقعد الاولاد بالسياره خليهم ننزل ضيفها شي شغله جوعانين بدي اخذهم طعميهم بيتزا لك انا مو بهالقصه هلا شو البنت اللي كانت هون بطلت لا اخذت اجازه لحقت تاخذ اجازه بس اليوم لازم تعمل شغله ضروريه وراجعه ها قلت لي بس اليوم شو يعني الواحد ما بصير معه ظرف طارئ فجأة لا بلا بلا بيصير يلا بدك شيء عادي ارتاحي ما بدي الاولاد جوعانين باي السلام كتير شو بدك من سعدة انا ما بدي منها شيء هي شو بدها مني لك يخرب بيتك هي شو بدها مني على فكرة أنا عارفانة كل شيء بس ما بدي أحكي لحتى أبوكي ما يطربشها فوق راسنا كلياتنا شو بدك منا ولي؟ احكي هي شو بدها مني هي بدها كل شيء إلها قديش أخذتي منا؟ أنا ما أخذت منا ولا ليرة لكم ليه تلفيني؟ قديش أخذتي منا؟ لك أقسم بالله العظيم لكم ليه تحلفي لا تحلفي أنا شفتك بعيني شو؟ أخذت 150 ليرة 150 ليرة؟ ولا شو هدول بقى؟ هيك صرفتهم صرفتيهم؟ وين صرفتيهم؟ وين صرفتيهم؟ اشتريت دواء الغليظ كل حدا عمتي لك شو اخذك عند هيك حالة وشو بدك بهيك ناس لك شفته تعبان ومرضان وبده دواء قمت شفقت عليه هلا انت صرت تعملي اعمال خيريه من ورا السرقه اسمعي ولي هلا رح اعطيك 150 ليره بتروحي بترديهم مطرح ما اخذتيهم تعتذري من اختك احسن والله العظيم والله العظيم لقله لابوكي ها خرب بيتك وعدتني تاخذني على الحارة طول بالك ماري بس لا تروقي ماما شوي بناخذ اذن ماما خلي رجع ياخذني على الحارة مو هلا ماما ايه من ليت من القعدة هون عم قلك مو هلا خلص بعدين حلوة يا شريك حلوة عطية العاب عندك يلا العاب ايوه يلا العاب مساء الخير يلا يا اخي مشي يلا طول بالك نبي يلا نبي
شو لك امي؟ تاخرتي كثير اليوم. شو بدي ساوي هيك صار معي؟ خدي من ايدي. شو هدول كمان؟ زعتر وصابون غار. كتر خيرك تغيبي وتجيبي ان شاء الله. شو ست الصبايا؟ ان شاء الله تتركيني بحالي تلفاني من التعب. ما قلت لك تحدد الدوام؟ شو بعرفني؟ يمكن حتى يزيد اكثر لسه. اضافي؟ شو بعرفني شو بدهم يسموه؟ يلا وينك لهلا؟ شو هي وينك لهلا؟ بدل ما تقولي لي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة؟ ليش راجع من الحرم؟ يا ريت. خير اللهم اجعله خير. لك اسكتي يا مخلوقة، مو جتي سفرة مفاجئة على حلب؟ حلب؟ ايه شو مالك مصدقتيني؟ الله وكيلك والله العظيم قضيت نهاري هذا من الصبح للمساء بحلب، وهاتي المصحف لأحلف لك عليه. لا مصدقتك، لشو الحلفان؟ بس يعني شو رح تتساوي بحلب؟ لك اتصل فيني هذا ابو سالم قال ملاقي لي محل، قال لي يا بتلحق يا ما بتلحق، بقى انا ممكن تحاكي له مشان بدنا نفتح فرع هونيك. ومين هذا ابو سالم كمان؟ لك ابو سالم ما غيره، هلا ما عدتي تعرفيه؟ مع اني ما عرفته، بس هذا شلون اتصل فيك ابو سالم؟ شلون اتصل فيك؟ على الموبايل. كل نهارك موبايلك مسكر، شلون حكاك؟ ايه هو بعد ما اتصل فيني فضيت البطارية، يمكن صار بدها تغيير. أنا طالع أتدوش، حطينا لقمة ناكلها. شي بغراضي من لك هدول؟ بقول لك من اللي هدول، بس بتقلي لي ليش بدك الموبايل بالاول؟ شفتي؟ لا اثنيناتنا بالهوا سوا. ولك اختي شو احكي؟ مستعده اسمعك من هلا لبكره الصبح، هادي لشوف. والله ماني عارفه انا شو بدي اقول لك، صباح الخير. بابا
صباح الخير. صباح الورد. وينك مبارك؟ والله شغلتي لي بالك. تفضلي. انت غميق بتخوف. انا بخوف؟ ليش بقى؟ انتوا الكتاب والصحفيين حكواجيه شاطرين بالحكي. والله اذا كان الحكي طالع من هون القلب معناته ما بيخوف. كمان اليوم طريقك على طريقي؟ هيك الهيئه. يبدو القدر عم يتدخل لحتى يقرب بيناتنا. ايه انه يقربنا. انا وين وانت وين؟ اوف، شو انا وين وانت وين؟ نحن اثنيناتنا من نفس الحاره. انت شو بدك مني؟ صدقيني ما بعرف شو بدي منك. ما بعرف، كأنك انت هيك قدر وطلعتيلي. بس انت متجوز مو من مين ما كان، من الست سميرة. يعني الست سميرة مفضلة علي وأمنت لي الشغل. بعدين هي ست متعلمة ومحترمة غير كل نسوان هالحارة. سميرة هلأ مو موضوعنا، بعدين رح أحكي لك عنها كل شيء. المهم هلأ عندك مانع نروح نشرب فنجان قهوة سوا؟ ما عندي مانع، مع اني خايفة. مني؟ ماني خايفة منك، ما بعرف، يمكن خايفة عليك. خايفة علي؟ هذا الأستاذ وسيم معقولة يكون شافنا؟ مو مشكلة يشوفنا، على كل انتي قربتي من المحل. روحي. خفت؟ خفت عليكي. أنا كمان بيعجبني الرجال اللي بيخاف على المرأة. يلا خاطرك. مع السلامة. ارجيني كيف بدك تمشي لحالك. يلا يا وضعي، يلا امشي لحالك. ها ايوه رجال، اشوف. برافو عليك، برافو. عود لي شوف. برافو يا شاطر. يلا بالاذن. بكير يا ابني. معلش عمي، عندي شغله ضروريه لازم اسويها. قادركم. راحتك. وقت لحظه. خير؟ أنا رح أخذ الصور ورجيهم للطبيب الفرنسي الزائر. إيه مو غلط. شو يعني مو غلط؟ يعني اعمل اللي بدك إياه، بس الشغلة هنا بدها توصل على العملية لازم تاخذي موافقتي. موافقتك؟ طبعا، مو أنا ولي أمره. أنا كمان طالع، بدي أروح أعمل نظارات. ماما ماما. شو حبيبي؟ بدك شي؟ لازمك شي؟ أنا رايحة. جاي على بالك شي معين؟ ماما خليه رجع ياخذني على الحارة، بدي العب على الكمبيوتر. يا حبيبي شلون بدك تلعب على الكمبيوتر؟ طيب رجع بيلعب وبيحكي لي. معلش ماما، خليك أنت مرتاح. ما أنا طول الوقت مرتاح. يا حبيبي أنا ما بدي إياكم تروحوا لهنيك، ما بدي حدا من بيناتكم يروح على الحارة. قليلة شو قضينا منها؟ بدي اشوف رفقاتي. معلش حبيبي، معلش اتحمل شوي. الله يرضى عليك. خلص ماما، الله يخليكي، والله بدي يرضى علي منيح. لهونيك ما في روحه، خلصنا بقى رجا. خلص انا بدي اعيش عند ابي، حاجه حابستيني هون. انا حابستكم؟ لك انا كل هاد عم ساويه مشانكم، خايفه عليكم. لسه خايفه علي وعند عمي كاني ولد صغير؟ يا سيدي ايه لساتك ولد وصغير كمان. لا مالي ولد ومالي صغير. ماشي، ممكن نحكي بعدين؟ رح روح أنا، دير بالك على أخوك. كي؟ على كل الدكتور قال لي لازم يشوفون قبل ما استعملون. بأمرك حجي، أرجعهم للدكتور، أي مشكلة نحن جاهزين. طيب يا حبيبي يا مالك، ليش عم تبكي؟ أمك ما قبلت، أنا شو أعمل؟ الله يخليك، الله يخليك، مو انت كبير، ما عم تقول انك كبير. طب اذا مو للحارة خلني لوين ما كان، مشان الله. خلصنا مالك، حاجتنا. خلينا نروح، بقول لها ماما انه انا اللي جبرتك، ما راح تعمل شيء، مو انا عمى. لا تقول هيك، انت رح ترجع تشوفه تصير مثل القرد. خلني للحارة، الله يوفقك. ولا خايف؟
خايف ما؟ أنا كبير ولا شيء، لسه عامل لحالك شاب طلعت واحد خويف. لا يا سيدي، أنا كبير غصب عن راسك، وروح على الحارة ما في. يا ربي أنا شو أعمل؟ إذا بتريدي نطول الدكتور؟ معلش مدام، هلا هو بغرفة العمليات، لا يطلع رح يستقبلكم. بس والله أنا مضطرة كثير. مثل ما انك شايف الكل مضطر، واليوم آخر يوم والمسا الدكتور راجع لباريس. يعني في أمل شوفه؟ إن شاء الله إن شاء الله. حضرتك من وين هلا؟ على اليمين. صح، يلا. بابا مو هون، وين راح؟ وهي هون ملعب العباسي، هون بتصير مباريات تبع المنتخب. في مباريات هلا؟ ما بظن لأنه ما في عجقة. وهي هون التجارة، بعدين لح نمر يا من العدوي يا من شارع بغداد. لا العدوي اتجاه شارع بغداد واحد، بس إذا بتحبوا فينا نروح طريق المزرعة سبب حرات جسر أبيض، أو العدوي ميسات جسر أبيض كمان بصير. شو بتحب؟ عم يسألك وين بتحب تروح؟ أبعد شي. مالك شبك؟ تعرف شو؟ شو حبيبي؟ يمكن عم شوف. شو قلت مالك؟ شوي، بس شوي. طيب هلأ اللحظة شو عم تشوف؟ في عجقة كتير ما؟ تفضل معلم. روح عمي روح، الله يشفي لك. يا لا والله ما بيصير يا عمي، مسامحك دنيا واخره، الله معك. يا عمي هذا حقك، والله ما باخذ منك ولا قرش. روح الله يسهل عليك. افتح افتح مالك. Thank you.
طلبك ابو ماهر؟ 85 متر ملحق شريح والشمس ضربته كل نهار وعم بيتك 5 دقائق. مصرياته؟ والله هو طالب 6.5، اذا عدنا على البازار بننزله. لقديش؟ يعني مثل ما لك شايف البيت بده تصليحات. يا ابو ماهر اذا نزل معك 5.5 دغري وافق ودفعه لا تردد، هذا البيت رغيته كتار. دخلك طابو؟ لا يا ابو ماهر، نحن جيري، انا جاره وجيره لحقوق شبنا. يعني طابو؟ ابو ماهر طابو كرت اخضر، والزلمه مستعد يفرغ لك اليوم قبل بكره. هو بيني وبينك البيت عجبني، بس لازم تشوفه سميره، ما هيك؟ ايه لازم، ليش لا؟ واجب. مروه ليش مصره على الدوام المحدد؟ ليكون شايفتي لك شي شوفه. حاكم. حاكم شو؟ مروه عادي عادي. لا معلش بس لا تحسن الظن فيني. عادي بلا جنان. لا تحاكيني شروي غروي لكان. امرك. بتعرفي الثياب عليك بيطيروا العقل. بكره برجع لك اياهم. لك لا مو هيك يا بنت الناس، شو حكينا؟ ما انا عم فكر مشان سعدي، شو بكي اليوم؟ مكتور الخير والله. ايون شو رايك استاجر لك بيت؟ شو؟ شو صاير لك اليوم؟ مو صاير لي شيء. مكان شو بدي؟ انت قولي وانا بنفذ. تروحي على تدمر؟ مرحبا يا صديقي. أهلين. لا على عيبكم شقري. خير شو القصة؟ سميرة خان مروقتك؟ هو شيء له علاقة بالمرأة، شيء بيخليك تحس إنك بني آدم. لا تقول لي إنك بهالأوقات هي عشق. لك مو عشق عشق، بس هيك بنت صغيرة بتخلي الدم ينضخ بعروقك من أول وجديد. لك سميرة؟ إي والله بتطلع لك روحك يا رجل، شبك أنت؟ ليش سميرة شايفني ولا شايفني من أرضي؟ بعدين تركني من سميرة، هلا تركني انا عم احكي لك عن شيء. كيف بدي اشرح لك يعني وسط هذا الركود اللي انا فيه يعني؟ لك انا بركود وحياتكم قايمة قاعدة. لك هي صارت راكدة من كتر ما قامت وقعدت. انا ما عم احكي لك عن 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 العشق او لا 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 لا، انا عم احكي لك عن بنت هيك مثل الزهرة. كيف يعني هيك بتخليك تعيد النظر بتعابير وشك، بشعورك لما بتفيق الصبح من النوم، لك بتصير بتطلع على حالك بالمراية يا رجل. لا ما لهالدرجة؟ لك أقل منها. أخي أنت واحد حكواتي وأنا مالي قد تعبيراتك، لذلك خلينا بالمهم. وشو هو المهم دخلك؟ لك عم بقلبك، أولاً عملية مالك، ثانياً موضوع بيت الجمعية. شو صار فيه؟ المشتري جاهز يا سيدي وبسعر ما كنا نحلف فيه. بيع. أول بدل تسويق أظن أنه المكان المقصود. أمي لا لم أكن أبحث عنها. حورية، لماذا صعدت إلى السقيفة؟ مرحبا سميرة. أهلين بابي، شو طمني شافي؟ يا ستي شاف الدكتور وقال منيحة، بس أنا لسه ما تعودت عليها. طيب ليش تأخرت؟ شغل بالي. مايك حق، تأخرت لأني مرات شفت شغلة. شغلة شو؟ بعدين بحكي لك، بس لأخذ نفس وارتاح شوي. بابا سميرة أرجو إنك ما تفهميني غلط، هذا البيت بيتك ومطرحك، وأنا بودي لو تضلي عندي أنت والولاد طول العمر، بس المشكلة إنه جوزك ما رح يوافق. صح؟ صح. لذلك أنا قررت أشتري لك بيت. كمان ما رح يوافق. يمكن، مو أكيد. أكيد بالأول ما رح يوافق، بس معه
بيتعود. ما بظن. على كل حال انا واجبي اني بري زمتي تجاهك. يا باب البيت انا رحت شفته مشان هيك تاخرت، وبصراحه عجبني البيت صاير هون جنبنا بنفس الحاره، فقلت لحالي قبل ما نقعد على البازار ضروري سميره تشوفه وتوافق عليه، فشو رايك؟ والله يا بابا ما بعرف شو بدي اقول لك. لك بنتي ما بدها معرفه، بتشوفي البيت ان عجبك نشتري ومنطوبه باسمك، واذا حبيت تضلي هون اهلا وسهلا فيكي، بس يعني على الاقل بيكون ضمننا انه صار ما صار لا سمح الله ما تنزلتي بالشارع او تسكني بمكان ما بتحبيه. انا الحاره نسختها من بالي. هذا حكينا، لذلك انا حابب امنك على حياه عيني بعد اللي كل حادث حديث. طيب بابا مثل ما بدك، انت فصل وانا بلبس. معناتها راح تلفي لاب مروان ياخذ موعد من الجماعه مشان تروح تشوف البيت. مثل ما بدك بابا. يمكن ما طبختي اليوم ما هيك؟ ما صح لي. معلش هلا بعمل تليفون للمطعم وبيبعثوا لنا اكل. أهلين هند، أهلين، شلوني؟ كيفنا أهلين؟ لا بس أبي كان بده صابر. أيوة والله صابر منه مش شغل. طيب فعلا خسس هيك. صابر عن صابر؟ أنا؟ لا أنا شفتك بعيوني بلا كذب. إيه صحيح رحت مشان أسأله ليه هيك عمل بيساعدم، ما أنا كمان بخاف عليها مو بس أنتي. شو مانك مصدقتيني؟ لا مصدقتك، بس هذا الموضوع ما بخصك لبقى تعيدي يا إيه؟ والمعنى؟ المعنى إنه هذا مو لعب ولاد صغار. بالله شو؟ لك شاوي شوي قلبك يخرب بيتك، عم أقول لك ما بقى في روحه يعني ما بقى في روحه، أنا بروح وبتفاهم معه. دخيلك على أساس أنتي الكبيرة يعني. سبحان الله يا عبودي، لسه امبارح كنت صغير هلا ما شاء الله صرت شاب. ايه الايام شو عم تركض ركض. سبحان الله يا عبودي. اي والله يا حجي العمر كله فتح غمي. اللي شو تشرب؟ لازم نصيك شيء ولا شيء؟ الله يسلم ايديك. لا ما بصير، بس في معي هدول.
تسلمي لي وجزاك الله كل خير يا عبودي. تسلمي لي يا حجة، ما في داعي، والله ما في داعي، الله وكيلك عم اشبه. يا عبودي يا حبيبي، هي حسابات ما بيصير. ايش والشغله مشايله؟ لك مشايله شو؟ الله يسامحي لك، انت الست الفاضله المفضله اللي مغرقتينا بكرمك وبحنانك، ومع ذلك كل شيء له اصوله. خلص يا حجة، تأمري امر. بتعرف لك عبودي، انت عم تتبرع اكثر من اللي عندهم ملايين. يا ست الكل، انت والله ما بعرف شو بدي لك. يعني هالدار هي اللي ربتني وصرفت علي من وقت اللي كنت باللفلوفه لوقت اللي صرت كبير. يعني انتو هون ابي وامي، اما هذا اللي معه ملايين بيقول لك انا مالي ملزوم. يعني بيني وبينك، اذا دفع 100 ورقه كتر خيره، بس انا شو ما دفعت لهالدار والله ما بوفيها حقها. بالله العلي العظيم. عاوزتك بكلمتين.